كل سنة طيبين. مرور 111 سنة على إنشاء النادي الأهلي الذي أنشأ على الوطنية. نادي الأهلي اللي هو نادي القرن عن أفريقيا. نادي الأهلي اللي أنا شخصيا بقول الحمد لله على نعمة الأهلي. الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى كرمني وأن أنا بقيت أهلاوي واتربيت في عيلة أهلاوية. وشرف ليا كبير قوي ان والدي كان رئيس النادي الاهلي، وشرف كبير قوي ليا ان انا عضو مجلس اداره النادي الاهلي. فبالنسبه لي انتمائي للنادي الاهلي دي حاجه بعتبرها شرف، لان النادي الاهلي له فضل كبير قوي عليا، له فضل كبير على اي حد ينتمي للنادي الاهلي واي حد خدم في النادي الاهلي، فهو شرف كبير قوي. والنادي الاهلي فضله علينا كلنا، ما فيش شك ان الاهلي اولا الفضل يرجع لاسم النادي الاهلي، هو جماهير النادي الاهلي. النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي ومحبي ومشجعي النادي الاهلي هم اللي عملوا اسم النادي الاهلي. ويمكن دي من خلال انتصارات النادي الاهلي، يعني كل بني ادم او كل شخص بيحب دايما ان هو يكون بينتمي لنادي بيكسب، نادي انتصارات بينتصر. الحمد لله احنا على مدار ال 10 15 سنه اللي فاتوا النادي الاهلي الحمد لله بيحصد، مش عايز اقول كل البطولات بس ممكن اقول 95% من البطولات، مش بس كره القدم، في اكتر من لعبه. لو تيجي تتفرج على منتخبات مصر، منتخبات مصر 75% منتخبات مصر النادي الاهلي. يعني الحقيقه النادي الاهلي بيشرف مصر. النادي الاهلي عالميا النهارده، دوليا النادي الاهلي الوحيد في مصر او النادي الوحيد العربي اللي شارك في اكتر من 5 بطولات عالم للانديه. وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يكرمنا ونقدر ناخد بطوله افريقيا السنه دي ونشارك في اليابان تاني، يبقى المره السادسه. النادي الاهلي هو من النادي المصري الوحيد اللي يعني توج او 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 على منصه التتويج وخد المركز الثالث على مستوى العالم من خلال 2006 بطوله العالم للانديه. فالحقيقه يعني لو اتكلمت عن النادي الاهلي مش يعني هنقعد ناخد البرنامج كله. ف يعني كل سنه والناس طيبه، كل سنه والاهلاويه كلهم طيبين، ويا رب دايما النادي الاهلي يبقى هو فعلا صاحب البسمه، وهو دايما اللي بيرسم البسمه على شفاه المصريين عامه يمكن والاهلاويه خاصه.